لم يمض شهر على إغلاق السلطات التركية لمعبر باب الهوى الحدودي مع سوريا حتى صدر القرار الجديد بإعادة فتح المعبر لخمس حالات فقط، ألا وهي المنظمات الإنسانية ومسافري ترانزيت ولم الشمل ومن يمتلك جنسية تركية، بالإضافة للمرضى والحالات الإسعافية. حيث بدأ الجانب التركي من المعبر ومنذ اليوم الأول لصدور القرار باستقبال مسافري ترانزيت مبدئيا، فيحق لمن يمتلك تذكرة طائرة أو فيزا أو موعدا مع سفارة بتقديم طلب دخوله عن طريق إدارة المعبر من الجانب السوري حصرا، فيسمح له بالدخول لمرة واحدة فقط. بالأمس الحكومة التركية أصدرت قرار إعادة فتح معبر باب الهواء أمام الحالات الاستثنائية التالية. الحالة الأولى هي ترانزيت. الحالة الثانية هي بتخص المنظمات الإنسانية المرخصة في تركيا واللي إلها نشاط إغاثي وطبي وإنساني داخل سوريا. لكل منظمة بحق لهم خمس أشخاص إداريين يعبروا عن طريق معبر باب الهوى مرة واحدة بالشهر، عدا عن المنظمات الطبية المعتمدة فالأطباء الموجودين فيها ممكن تقديم طلبات لهم ويعبروا يوميا. بالنسبة لباقي الحالات التي يسمح لها بالدخول، سيتم العمل على إدخالها في الأيام القليلة القادمة، كما أوضح مكتب العلاقات التركية السورية والذي يعمل على تنظيم آلية تسجيل طلبات لم الشمل للعوائل السورية والمساعدة في تقديمها بشكل قانوني. إجراءات لم الشمل: مقدم الطلب لازم يكون معه كملك تركي وإثبات وجوده من خلال ورقة من المختار، بيقدم الطلب وبيرفق فيه صور جوازات بقية أفراد أسرته مع دفتر العائلة مترجم للغة التركية. إذا ما في صور جوازات بإمكانه يترجم الهويات السورية ودفتر العائلة شيء أساسي. ونحن كمكتب علاقات تركي سوري بننظم هذا الطلب وبنرفعه لإدارة معبر باب الهوى بالتعاون مع الأخوة في إدارة معبر باب الهوى من الجانب السوري. وبهي الحالة هاي إن شاء الله تعالى متوقع بعد أسبوع 10 أيام أن تبلش دفعات لم الشمل عبورة من باب الهوى. ما إن صدر القرار حتى بدأ توافد السوريين لتقديم الأوراق المطلوبة للم شمل أسرهم، فكثير من العائلات تشتتت ما بين طرفي الحدود، ومنهم من انتظر هذا اليوم طويلا حيث منعوا من الدخول سابقا كونهم لا يحملون جوازات سفر نظامية. أنا حاليا في مكتب العلاقات التركية السورية، وأنا هلق جاي لهون مشان ألم الشمل، شمل أولادي. صار لي هلق سنتين ما شفتهم خالص، وبسبب لأن ما عندهم جوازات سفر والمعبر كمان مسكر وأمور الحدود كمان مشان الجندرمة والعسكر. وجينا هون على المكتب حاليا وقائم هلق بإجراءات الأعمال لم الشمل على موجب الهوية ودفتر العيلة. يعتبر قرار إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي للحالات الاستثنائية حلا جزئيا لمشاكل الآلاف من السوريين الذين ينتظرون دخولهم إلى تركيا، كما جاء قرار لم شمل الأسرة السورية ليخفف العبء عن الكثيرين وخاصة في هذه المرحلة والتي بات فيها الموت ملازما لرحلة العبور الغير شرعية. زكي الإدلبي، أورينت نيوز، الحدود التركية السورية.